ما دازنج، دازنا الى اسد صنديد بطل ياخذ الفارس من جواده يذبه فوق سطح الدار، شنو من قوه هذه؟ بعدين النبي قال تدمع عليه عيون المؤمنين، هذا مسلم بن عقيل، تدمع عليه عيون المؤمنين، هاي روايه مسلم تدمع عليه عيون، غريب مسلم، غريب مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل يصلي ببراءة 18,000، يكمل صلاة المغرب نص العدد ما هو، يكمل صلاة العشاء نفرات نفرات، يكمل صلاة العشاء شنو؟ نفرات. يوصل الباب المسجد ولا نفر، يريد واحد يدل على الطريق، ماكو. الله لا يخليك بهيك غربة، الحكي على المنبر قاعد اسولف سهل بس الواقع صعب. المهم يريد واحد يدل على الطريق، ماكو. انا سامع من بعض الخطباء القدماء يقول خلى جواده يسير باتجاه وهو سار باتجاه، يعني كانه يريد يموه على العيون والمراصد وغيرها اللي خليها عليه، يريد يموه كانه عليهم. خلى جواده يمشي من جانب، هو مشى من جانب، مشى بشارع اظلم وما يدري وين يروح، ماك ولا واحد، ما يدري وين يروح. الى ان وصل الى دار امراه واقفه على باب حوشها تنتظر ابنها يرجع، الدنيا ليل تنتظره يرجع. مسلم من شاف المراه واقفه على باب حوشها وقف على بابها، سلام عليكم، عليكم السلام، بقي ساكتا. أسألك بالله شنو يقولها؟ يعني مرة واقفة الدنيا ليل ظلمة، مرة واقفة باب حوشة، شنو يقولها يعني؟ بقى ساكت. يا إخوان، رجل مثل مسلم متربي ببيت علي بن أبي طالب، رجل مثل مسلم متربي ببيت علي بن أبي طالب، متربي شنو؟ ببيت علي بن أبي طالب، يقدر يعني حاجي امرأة لو يقولها ضيفين ببيتك دينا؟ عزيز قوم مثل مسلم، يعني عالم فقيه، وشنو عبر لك يعني عالم، يوقف على باب مرة يحاكيها دنيا ليل والمرة بحدها وظلمة، وهاي كبيرة على مسلم هاي، بس شو يسوي؟ بقى ساكت. قالت له يا رجل، قالها نعم، قالت له سلمت ردينا عليك السلام، ايش عندك واقف؟ انا عندي جيران شو يقولون علي انت واقف بباب حوشي؟ هاي وقفتك مو صحيحة، ايش رايد؟ قالها عندي طلب منك. قالت له شنو؟ قالها انا عطشان اريد ماي، انا بس لو اعرف هذا العطش ايش عنده ويهدي البيت قلبي يرتاح. والله العظيم هذا العطش ايش عنده وياهم، الجواد راد يشرب ماي ما قدر استشهد عطشان، موسى بن جعفر بالسجن ما انطوا ماي استشهد عطشان، هذا العطش ايش عنده ويا اهل البيت ما اعرف. اما صاحب العطش الأكبر سيد اللي قام يصيح وحق جدي أنا عطشان. البعض يقول طلب الماي ذلة، لا مو ذلة، عند العرب طلب الماي مو ذلة، طلب الطعام عند العرب ذلة، طلب الماي عند العرب مو ذلة طبيعي. أي بيت الدقة تقولهم أنا عطشان ينطوك ماي، كل مشكلة ما بيها. أما تقولهم جوعان، إيه عند العرب شوية بيها ذلة. هاي حسين ما قال أنا جوعان، قال عطشان، أنا عطشان، طلب الماي ما بيعيب عند العرب، ثقافة العرب. المهم قالها أنا عطشان، قالت له العطشان اطلب وتحقق أجيب لك ماي، راحت جابت له ماي المسلم عليه السلام، شرب الماي حمد الله بقي واقفا. قالت له يا رجل سلمت ردينا السلام، طلبت ماي جبنا لك ماي، ايش عندك واقف؟ سكت. شو يقولها؟ قالت له يا رجل انت مؤمن؟ قالها ان شاء الله مؤمن. قالت له لا اجيز لك الوقوف على باب دار. اذا تخير شرعا ما جوز لك توقف على باب داري. مشى خطوه عن البيت باوع لها، قالها امة الله هل لك ان تضيفيني هذه الليله؟ صعبه الحكايه او مو صعبه؟ ها صعبه. ما تخليني أطب بيت الكرام، اي والله الكرام لو تدليني بدرب وادي السلام، طوعة من هسه أشم حرق الخيام.
خاف انام وتنقلب هالكوفة شام. قالت له يا رجل منو انت حتى اضيفك الليلة؟ روح لأهلك فيضيفوك، انت بالكوفة ما عندك عشيرة ما عندك اهل، روح لأهلك. يقل لها وعين مستديرة لا أهل عندي ولا عشيرة. يستاهل أبو طاهر، خوش جواب. يستاهل أبو حميدة، خوش مجلس. يقل لها وعين مستديرة لا أهل عندي ولا عشيرة، يا بلا عشيرة يا طوعة أنا مسلم الفاجد نصير، ومثل حيرتي ما سدت حيرة. قلت لطب يا بعد البيت واهل البيت لك، وانا خادمتك وخدامتك لك. عافية بيش طوعة بيضت الوجه الله يزوجها، بيضت الوجه الله يزوجها، يروحون جبد وذولاك الزلم نول وملاغرهم والله الله يجزوك خير. قالت له يا رجل منو انت حتى اضيفك؟ قال لها اذا ضيفيني انا مكافئك غدا عند علي بن ابي طالب. قالت له ترى انت حيرتني بامرك، منو انت حتى تجازيني يا معلي بن ابي طالب؟ قال لها امت الله انا مسلم ابن لقد غدر بي اهل هذا المصر. قالت له سيدي تفضل على الرحب، وزع اهلا وزهلا ومرحبا بك سيدي، اعتذر منك ما عرفتك. قالها ما يخالف. دخل جابت له طعام، قالها ما اريد طعام، اريد ماي اشرب واجدد وضوئي، غير هذا كل شيء ما اريد، ما اكل. المهم ايها الاحبه قائم قاعد راكع ساجد. تربيه من مسلم بن عقيل؟ تربيه علي بن ابي طالب، تربيه الحسن، تربيه الحسين. كل ساعه تدخل عليه سيدي ما رايتك رقدت منذ البارحه. قالها رقدت قليلا فرأيت عمي أمير المؤمنين وهو يشير إلي بيديها العجل العجل الوحى الوحى. إنك مقبل علينا يا ابن عقيل. هو قبل هاي ابنها إجا شافها تكثر الدخول والخروج إلى حجرة مسلم، عرف أكو واحد راد يدخل منعته. سألها منو أخذت منه عهود ومواثيق؟ قالت له مسلم. قالها ما أحكي. المهم راح أخبر ابن مرجانة السولف ويا، وإذا بالجماعة اقتحموا الدار. صاحت انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صندي، أريد أن مراجل حيدر تعيد. يقلها يا طاعة شجعيني وبعمي حيدر تذكريني، أنا ما دام صمصام بيميني لأهلك بعون الله كل جمع ليجيني. أخرجهم من الدار قاتل قتال الأبطال، فرق ميمنتهم على ميسرتهم، ميسرتهم على ميمنتهم، فرق القلب على الميمنة والميسرة. قاتل قتال الأبطال وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا مرا أخاف أن أخدع أو أغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا. صنعوا للجماعة حفيرة، وبينما هو يقاتل إذ سقط فيها، رحم الله من نادى ومسلما. يقولون لما وقع في الحفيرة وقع السيف من يده فبكى. واحد قال له يا رجل إن الذي يطلب مثل الذي تطلب، إذا نزل به ما نزل بك لا يبكي. أنت رجل شلون تبكي؟ قال يا هذا ما لنفسي بكيت، أبكي والله حسينا وآل حسين. ولكم أنتوا غدرتوا الحسين، أنتوا خليتوا الحسين يحرك جايب نسوانه وأطفاله، أنا أبكي على الحسين. المهم أخذوه إلى قصر الإمارة، جرت محادثات بينه وبين ابن مرجانه.
أمر به أن يصعد به إلى أعلى سطح الإمارة وأن يرمى من أعلى السطح. قبل لا يقتلون مسلم قال للسياف امهلني قليلا لأكلم الحسين. وقف باتجاه الحسين قائلا السلام عليك يا أبا عبد الله. الحسين كان جالس قام قال وعليك السلام يا ابن العم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أين حميدة بنت مسلم؟ جابوا لحميدة أخذ يمزح على رأسها حسين لو مني وصل لك الخبر بالسفر عيد النظر. يا بعيد النظر ولا تجيب وياك زينب بالسفر ترى شي بنار شي ترمي بحجر. السياف اهوى بسيفه على رقبة مسلم فقطعها ورماها من اعلى قصر الامارة ثم الحق جسمه برأسه. الجماعة شنو سووا؟ جابوا الحبال ربطوها برجلي مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة وأخذوا يسحبونهما في شوارع الكوفة. وبقوا على هذه الحالة لفترة طويلة إلى أن يقول الشاعر هذا الكلام مؤذي يحرق القلب. هذا البيت أحب بقصة مسلم ابن عقيل يقول عقب هذا طلعت مذحج من الدور وحفرة ولعد هاني ومسلم دموع. آخ يا أبا عبد الله، آخ يا أبا عبد الله، آخ يا أبا عبد الله، آخ يا أبا عبد الله. كل المصايب هونتها مصيبة حسين. عقب هذا طلعت مذحج من الدور وحفرة ولعد هاني. اريد اعلح، اريد بحرقة قلب، اريد اكسر قلبك، اريد اكسر قلبك. قبل هذا لحسين اتجه وبقلب حيرة سلام عليك يا شيخ يا بالعشيرة اوصيكم على بنيت الزهيرة. جراهم هذا بيت الدعاء بس كون تغرون وياي حتى ألجم قلبك على الحسين. عقب هذا طلعت مذحج من الدور وحفرة ولعد هاني. يا أبا مسلم قبور بس جذة حسين بيوم بس جذة حسين بيوم عاشور بقد فوق الثرى والدم غسله.